حداثتك صحيا، كنت في رحلة علاجية، لكن انبسطنا قوي انه رجعت لنا بالسلامة. شكرا الله. والف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. وطبعا جيوش اللي ورايا انا بتقول لي صحته صحته، طمنينا، خليه يطمنا ارجوك. انا اعاني من الام في ظهري من زمن طويل. أيوة. من سنين كتير. سلامتك. ومرات كتيرة كنت أتعب ودايما أخذ أدوية مسكنة أو أرتاح شوية تبقى الأمور تعدي، لكن مع عدم الراحة، مع الجدول المثقل والمكثف، مع اختلاف وقت الأكل والطعام وقلة النوم، كل ده أنشأ وضع من 3 شهور كان صعب جدا. ألام مبرحة بصورة غير عادية. أخذت كورسات علاج ما نفعتش، خدت مسكنات، خدت راحة، فيش فايدة، إلى أن قرر الطبيب، في طبيب اللي معالج ليا في اسكندرية، قال لي لازم عملية فورا. ديسك ولا إيه؟ حاجة زي الديسك بس شديد شوية يعني. فسافرت في ألمانيا، دكتور هناك إنسان فاضل ويا يعني ستاف كبير، في مستشفى متخصص في جراحات العمود الفقري. أيوة. عمل الجراحة وبعدها شعرت طبعا الألم وقف خالص، نشكر الله. وقال لي بس شوية راحة كده وألبس حزام فترة ويكون معتدل شوية في الطعام وفي النوم، ولازم المشي طبعا. في مشي قليل خالص أو يعني، لكن قال لازم المشي، ونشكر ربنا ان النهارده يعني فرق كبير خالص. الحمد لله. قداستك الحمد لله. نشكر ربنا، صلوات المصريين كلها يعني الحمد لله. ربنا بس بيقولوا قداستك استعجلت في العوده كمان، يعني كنت يعني وصحت انك تسافر اسبانيا باين ولا يعني تعمل حاجه ثانيه. قالوا لي اقعد وقت طويل يعني عشان تبقى بعيد عن المجهود، بس الحقيقه حسيت نفسي ان انا يعني عايز ارجع. ايوه. انا خدت اسبوع تقريبا في المستشفى وقريب من المستشفى، بعد كده اسبوعين نقاها، هو كان عايزني اقعد اكتر، فقلت له انا عايز ارجع وهكمل في مصر. فيعني ضحكت عليه وجيت مصر. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك.